لك هل لا زال أم القرى في اتجاه صاعد على الشهري؟ لا، ما زال بدون إغلاق شهر سبتمبر. يعني قبل، يعني كان في مسار الصاعد قبل ما يطيح في سبتمبر. نعم، يعني لو نطت شمعة أم القرى وقفلت فوق 22، نعم ما زال في الاتجاه الصاعد. الآن هو كسر الترند أم القرى. فنحن شايلين هم الأسبوع ده، أي إغلاق في أم القرى تحت 22 حيكون خارج المسار الصاعد. وهذا شيء ما حصل في أم القرى في موجة شهر 7 و6. حسبي الله عليه. لذلك أم القرى عنده امتحان صعب الأسبوع ده. إن شاء الله يا رب يقلبها وتد ويصعد بحول الله. لذلك إحنا ما نبغى نقطع الأمل إنه ما يصير الشيء ده، لأنه عودنا أم القرى، وإن شاء الله الثالثة ثابتة، يعني عودنا إنه بيرجع. شوفوا الآن المنظر في أم القرى، هذا الترند الصاعد، شايف؟ شايف كيف؟ هل أغلقت الشمعة الشهرية خارج الترند؟ شوفوا هنا كسر، شايفين؟ هذا شمعة شهر 7 كسر، لكن فين قفل؟ فوق الترند وفوق الخمسين على الشهري. هذه شمعة 7 كسر، فين قفل؟ فوق الخمسين على الشهري، فوق الترند. هذه شمعة 9 كسر. أتخيلوا شمعة شهر 9 مقفل 22/20 أو فوق، وهاي حتبان عندكم ديل طويل زي هذه. لا، وحيكون طربوشة أخضر. شفت الشمعة دي اللي في القاع هنا، اللي كانت هنا في إبريل من عام 2020؟ هذه الشمعة الآن المطلوب إننا نشوفها في أم القرى، لأنه لو ما صارت أول مرة تشوف شارت لأم القرى كاسر ترند رسمي ومغلق دونه، وهذا حيحملنا تبعات غير جيدة. أنا إيش قلت للشباب من باب التطمين؟ قلت لهم هذا الندل ما جاب الـ61 فيه في الموجات اللي قبلها، شكله ناوي يروح يضرب الـ61 فيه، إذا ضربها ممكن يرتد ويرجع إن شاء الله فوق الترند. فالآن شوف، الآن ضربها، ضربت 19.74 هلبة اللي هي 61 فيه. هيا تعرفوا إني أنا داخل معاه مغامرة الأسبوع الجاي، يعني أنا أبغى أشتري فيه هو كده، بشرط لو كسر 19.74 حبيع الكمية. تعرف الكلام ده ولا ما تعرف؟ أنا أبغى أدخل المغامرة دي على حسن نيته اللي سواها في الشهرين الماضية، لأنه كارثة. المجرم ما يحتاج إنه يروح يخرج عن المسار، هو في قاع، هو في قاع. شوف بالله، شوف، يعني حتى لما كان ينزل الندل كان يوصل قاع القناة ويرتد. هذه قاع قناة هذا. طيب تعرف، طيب يا أبو محمود لو ما رجع لكنه بقي فوق الفيبو، حنقعد على أعصابنا، حيتعبنا عبال ما يرجع، حيطفشنا. أنتوا تعرفوا لما الأسهم تكسر حتى لو ما نزلت كثير تمشي عرضي. وبيني وبينكم نفس هرجة إعمار، يعني هذا أم القرى، ليش العجلة فيه والاستعجال؟ حتى لو ارتد وين بيطير؟ ما حيطير. هذا الأفندي في المستقبل عشان أنت تقول أنا ما أبغى يطير مني، يعني أنت برضك قاعد تستنى ارتداد يقودك لاختراق الترند. يعني قريب ال 25 25 ونص. شوف الندل لو حيروح للترند من هنا 25%، 25%. يعني لو بده يعيد اللعبه داخل القناه من قاعها الى ترندها بطنه 25%. بس نحن طبعا حنلاقيها صعبه، وحنلاقيها حيتعبنا فيها لو أغلق تحت متوسط الـ50 على الشهري، ولو أغلق تحت كذا. على فكرة من هو السهم اللي كسر ترند من اسمنتات، اسمنت الجنوب؟ شفنا تبعاته، والله طاح السهم يا جماعة، طاح من 66 لـ53 اسمنت الجنوب. شوفوا العربية ما طاح زي ما طاح اسمنت الجنوب، ينبع ما طاح، أغلب الاسمنتات اليمامة ما شاء الله ما طاح، الاسمنت السعودي ما طاح كثير، القصيم ما طاح كثير، اسمنت الشرقية ما طاح،
اللي طاح وتعور اسمنت الجنوب لانه كسر الترند. السهم الاسمنتي الان الثاني في القطاع اللي يبان عندنا انه كاسر ترند هو مين؟ اسمنت ام القرى. لكن لحد الان، لحد هذه اللحظه اللي اتكلم فيها الان، لا يعتبر كسر لانه لم يتحقق الاغلاق الى اخر شهر، وهو يقفل فوق الخمسين ويقفل فوق خط المساء. هل له سوابق بالكسر والعودة؟ نعم، شوفوها في 7 و6. لا نجران ما كسر. لا يا اخوان، شوفوا الاسمنتات، الاسمنتات كلها، هذا حايل، هذا ترند حايل، شوف هذا ترند حايل. وين اكسر حايل الترند؟ اكسر حايل الترند وكسر 10.75. هذا الترند حق حايل. طيب وين حق نجران؟ هذا حق نجران. اذا كسر 10.60 و10.5 انكسر. نجران كسر سقف. انا يا اخوان شوفوا راسم ادوار. انتوا لو تركزوا في الشارتات حقتي وتفهموا طبيعه، شوف هذه كلها قنوات. شايف؟ هذه كلها قنوات صاعده. شوفوا قصه نجران ما بين كل قناه وقناه. شوفوا جالس ينزل ينزل ينزل. شوف هذا الدور الاول، هذا الثاني، هذا الثالث، وطاح في الرابع الاخير. الرابع الاخير ده نسبه تصحيح 78 فيبو. هذاك شوف القاع الثالث كان 61 فيبو تصحيح. الان نجران صار دخل الرابع والاخير اللي هو قريب الترند، ونسبة تصحيح 10.90، هذه 78 فيه. فتخيل أم الآن نجران الآن بناله حتى في القنوات دور ثاني. تخيل أم القرى في دور واحد، نجران دورين. شوفوا نجران دورين في القنوات الهابطة. شوف كيف انزلق، لما انزلق وأغلق خارج القناة، شوفوا كسر متوسط الخمسين انحرف. الآن وين قاع نجران اللي هو الترند؟ 10.5، 10.60. يعني لا قدر الله لو استمرينا في أكتوبر ننزل ونقول حنوصل ترند، أو أنا أتوقع إن شاء الله يرتد هنا من 78 فيبو أسوأ شيء. خلاص هذا كله مسار صار. طيب نروح للشمالية. وين ترند الشمالية؟ ترند الشمالية بعيد. شوف ترند الشمالية بعيد هنا، يعني قريب 9 ريال، 9.5، 10 ريال. هذا انا حتى مدبل الترند حق الشمالي. فالشمالية عنده قناه كمان. شوف قبل ما افكر في الترند ده، هل يعتبر عندي زي الترند الان؟ شايفين؟ هذه القناه الان قاع الموجه السابقه في شهر 7، هذا 10.92، 10.90 الشمالي. يعني انا ما افكر اروح 9 ريال الان، لانه شوف ما دمت قد يكون هذا قاعي هنا، يعني قد احترم هذه القناه وارتد خلاص وانهي الموجه التصحيحيه. انا هنا مصحح اكثر من 38 فيلو، وبالمناسبه الشماليه ترى اقل من قيمته الدفتريه الان. يعني انا مو ضروري اوصل قريب 9 ريال و9.5 في المنطقه دي، مع انه شوف قاع البولينجر كم على الشهري؟ 69. اليوم السهم 11.38. انا اقول فكروا في الشماليه هنا، لانه هنا في مطب قوي. شوفوا هذا قاع هنا، هذا خط استراتيجي تبني منه موجه. هذا قاع 2016 الاول في يناير، هذا 10.65. فاذا ما يكسر 10.65، 10.90، هذا ممكن يكون هذا قاع الصاعد اعلى من ده. بعدين اسمنت الشماليه في ترندين، هاي شوف كمان الهرجه. في ترند اللي هو من 2018، شوفوا ايش اللي صار. هذا ترند، شوف هذا لما طاح في كورونا ما اغلق دون. احنا ليش سوينا الترند الجديد من تحت؟ لانه خلاص اتاسس عندنا قاع جديد فرسمت هذا الترند الاصلي. بس في ناس ماشيه على الترند ده. شايفين الترند ده؟ هذا الترند من قاع 2018 لقاع 2019، لما جاء في كورونا نزل رجع قفل فوق وحافظ عليه، طلع السهم. شوفوا اليوم كسروا الشمالية في شهر 6 زي أم القرى، رجع فوقه مع الخمسين. شوف جاء كسروا الآن الشمالية. لو قفل الشمالية يوم نهاية سبتمبر فوق 11.85
معناها برضو يحافظ على الترند هذا. احنا عشان لا نلخبط نفسنا نجد السهم في قيئان وحالة وحالة وما فرق معانا كثير، يعني يعتبر ببلاش. يعني هذه ليست مناطق بيع يا أخوان، وإنما هذه المناطق هي مناطق التلقيط. يعني بالله تبغى تقول لي واحد يملك الشمالية ب 11.38 طاح السهم كسر 11، خروج في عينك. طفي النور وقول له لما توصل 10.90 أبغى أزود، أبغى أعدي. بالله تبغوا الهوامير يطلعوكم من الأسهم دي وهم يجمعوا فيها، انت اقعد جمع معاهم من الآن حتى منطقة العشرة ريال كمان. لا تبيع بخسارة في المناطق دي، حرام حرام. إذا كنت تقدر تبيع على أساس إنك بسرعة تشتري من تحت وتملك قدرة الفرنكة دي، أيوة. أما إذا ما تقدر وما عندك القدرة وتخاف السهم يعني ينصرق منك، لا أنت لا تبيع حتى لو كان سلبي ونازل. هذا هو، أنت في قناة هابطة، قلنا كم أبعادها؟ كم يبغى ينزل؟ يبغى ينزل 10 ريال 10.60، يبغى يوصل 78 فيمو قريب قاع القناة مرة تانية. أهلا وسهلا، خلاص تعال. اكتتابات يا رجل، اكتتابات، جواهر مرمية ببراميل قمامة، شيل وحط وادفن، أحفر وادفن. يعني ما يسعر بيع يا جماعة، حرام عليكم. طيب مين هو أنشط واحد فيهم؟ مع أنه النادي الآن يعني بعيد عن، شوفوا الفرق. هذا اسمنت المدينة، شوفوا اسمنت المدينة شارته مميز عن شارتات الاسمنتات هذيك. شوفوا السهم ده ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، يعني بصراحة عليه مضارب شقلبي. لكن تعالوا شوفوا أبعاد تصحيحه الحالي. هو آخر منطقة صحح فيها قبل 4 شهور كانت 20 ريال. شوف تخيلوا من 20 إلى قريب متوسط 50 على الشهر 19.40 تقريبا. هذا أهم محور دعم في اسمنت المدينة. اسمنت المدينة إذا يبغى يقلب أمها بزرمطي ويدخل في حسابات ما دخل فيه نجران وحايل، يعني معناها يطيح فيكسر القناة دي فيبني دور تاني، فيكون وقتا نفتح ملف الترند الصاعد حقه. وين الترند الصاعد حق اسمنت المدينة؟ قريب 15 ريال هنا. وسوء ما شاء الله اسمنت المدينة مو معطينا فرصة نتكلم الكلام ده البعيد، قاعد بالعكس قاعد هنا مؤسس الدعوم فوق 20، يعني ما يبغى يدخل عالم الطعش ما شاء الله عليه. هذا لو دخل في الطعش اتنكب، لو كسر مثلا متوسط 50 وكسر قاع القناة يعني ممكن هنا نقول صار زي نجران وحايل. ما زال قوي فوق 20 الآن، هو عنده سلبية بكسر 23 22 30 من أهم دعوم الاستراتيجية من 20.60 إلى 20 ريال. أستناهم في حالة استمرار الضغط على السهم. اللهم صل على سيدنا محمد. على طاري اسمنت الجنوب، رغم أنه كسر تريند وطاح، إلا أنه السهم في نقطة مهمة وحساسة في الموضوع، أنه السهم بعد ما كسر التريند، شوفوا الوحيد في الاسمنتات اللي كسر، شفتوا كيف يا جماعة؟ شوفوا كيف كسر الترندات السوء. هذا من قاع موجة 2018 مرورا بقاع كورونا، هذا ترند رسمي، شوفوا هذا انكسر. ايش وقف اسمنت الجنوب في النزول؟ وقف اسمنت الجنوب في النزول اللي هو منطقة 61 في بتصحيح. وكمان هنا في عندنا قاع تاريخي هنا كان في 2016، شايف؟ طلوا هنا في خط استراتيجي، فدائما وقفته فوق 53 52 ونص هو واقف فوق قاع. بس في الشارت هذا في حاجه ما صارت، دائما الترندات الرئيسيه لما تنكسر تختبر. اسمنت الجنوب ما اختبرها، واحتمال كبير هذا القاع اللي نحن فيه في الجنوب، خاصه بعد ما شكلنا الان قاعين متجاورين، يعني ممكن نتفائل إن شاء الله لو طلع الجنوب ترى ممكن يرجع ل 67، قريب متوسط 100 وقريب 38 فيبو المكسورة وقريب الترند المكسور، فيصير عندنا اختبار ويطلع السهم من 53 ل 67. مو عشان خلاص ترند مكسور يعني كخة ما يطلع، خلاص السهم طاح، أسس الآن قاعين متجاورين لكنه ما هو قوي،
يعني لسه ما يعني الان نحن اللي قاعدين نستناه في اسمنت الجنوب هو عكس الاتجاه مره ثانيه على الفريمات الصغيره. طيب هل ممكن ابو محمود يطيح اكثر؟ ايوه ممكن. ممكن يطيح ينزلق يسوي وتد عند 49 10 ويرجع يقفل فوق 53 ممكن. ليش يسوي الحركه دي؟ شفتوا القناه اللي كنت راسمها في عمار؟ قلت لكم قناه رئيسيه هابطه كنت. شوفوا هنا يا جماعه انا راسم قناه هابطه في اسمنت الجنوب من 2006. شوفوا حدود هذه القناه. مو هذه قمه موجه؟ ها؟ أليست هذه هناك في 2006 قمة موجة؟ تعالوا شوفوا القمم اللي حصلت بعدين هنا. شوفوا هنا أخذت خط موازي للقناة، رسمت كده وقعدت كده درست الحالة دي، لقيت نفسي أنا الآن أنا في قاع منتصف القناة الكبيرة، أنا في مناطق حضيض في اسمنت الجنوب هنا. يعني أنا هذا القاع عندي قاع محترم في اسمنت الجنوب. هذا القاع انا اقل شيء ارجع اختبر الترند المكسور. اتخيل لو طلع الجنوب من 53 ل 67 كم بالمية دي؟ يعني مغري بصراحه. قريب 25%. يعني حتى الجنوب شوفوا رغم سلبيته الا انه هذا القاع. هذا قيعان رسميه واضحه في اسمنت الجنوب. وانا بصراحه استانس بال 61 فيبو كثير. ولما السهم ينزل تحته دائما يحاول. لكن سبحان الله طبعا مو زي لما تشوف سهم ما كسر ترند. لكن انا احس انه خفيف السهم ودائما تاريخه مشرف في الارتدادات المضاربيه. يعني شوفوا حتى الموجه اللي قبل دي طلع من 53 كم وصل؟ شوف جاب 62 40 والله جاب قريب 20% ما شاء الله في الارتداد المجزي ده. شوف رجع اخذها. ان شاء الله المره الجايه يطلع يسوي لنا زي الدبليو. المشكله ماني عارف كيف ارسم له ترند هابط لانه ترند الهابط. شوف الادوار دي. شوف هنا في قناه. شوف هذه القناه عشان كده طاح منها لما وصل عندها. معناه هنا القناة هنا حدود القناة الثانية مع القاعدة. شوف مع 52.5 يعني هذا لو بده يتبهدل ويطيح ل 49 من علامات طيحته كسر قاع القناة 52.5 اسمنت الجنوب. شوف والله يا جماعة أسهم في قيعان. أسهم في قيعان زي العسل بالتعديل. بس الله يصلح سوقنا إن شاء الله.